طب نستأذنك يا كابتن أسامة نروح لزميلنا شريف شعبان ملعب مباراه ويقول لنا آخر الأجواء عنده. اتفضل يا شريف. تعالي ليك يا كابتن ايمن من جديد ولكل ضيوفك ولكل جماهير ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان من استاد الجيش بمحافظه السويس ولقاء الاهلي مع فريق المقاصه. يمكن زي ما اتكلمنا في اول لينكاية هوا طبعا يا كابتن ايمن ان ممكن مستر بيتسو موسيماني يعني يلعب في تشكيل اليوم او يغير فرد او فردين، وبالفعل النهارده اليو ديانج قاعد او جالس على دكه بدلاء النادي الاهلي. يمكن باقي الفريق فول تيم، يا رب باذن الله النهارده يكون التوفيق مع النادي الاهلي. بس خليني اقول لك الملفت للنظر من تحرك فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه الى الاستاد اللي استمرت حوالي 22 دقيقه في الطريق. كل اللي قابل اتوبيس النادي الاهلي او حافله النادي الاهلي، الحافلتين بقى حافله الجهاز الفني وحافله لاعبي النادي الاهلي، كل قبل بترحيب شديد جدا من ابناء او من العايشين طبعا في محافظه السويس. ويبدو ان النادي الاهلي ليه شعبيه كبيره جدا في محافظه السويس، ومش مستغرب لان النادي الاهلي وما ادراك ما النادي الاهلي يعني شعبيه في الوطن العربي كبيره جدا. فريق المقاصه يمكن كابتن محمد عبد الجليل طبعا نجم النادي الاهلي الاسبق والمدير الفني لفريق المقاصه استقبل تشكيل النادي الاهلي يمكن بتعجب شديد، وقال لك الراجل بيلعب فول تيم، ربنا يستر عليا احاول اقدم يعني اقدم كوره كويسه قدام حامل اللقب قدام بطل افريقيا، واتمنى ان الاهلي يفوز بالنجم العشره. قال هلعب على قد امكانياتي واحاول اخرج باقل نتيجه ممكنه، وحذر برضو لعيبته من الاحتكاك القوي مع لعيبه النادي الاهلي حرصا على سلامتهم علشان بيلعبوا باسم مصر. تشكيل فريق المقاصه اللي هيبدا اليوم: مودي رقم 2، دسوقي رقم 3، هشام محمد رقم 4، عبد الله مجدي رقم 5، عماد فتحي رقم 7، باسم مرسي رقم 9، محمود حمدي في حراسه المرمى طبعا رقم 16، عصام صبحي رقم 17، شمسلي بيكلي رقم 18، احمد صبيحه رقم 36، وسعيد الونشي رقم 94. ويبدو انه طبعا ناشئ تحت السن في البدلاء، كوكو بديل ومصطفى شبيطه بديل وفوافي بديل وحسني فتحي بديل وخالد قنش بديل وأسامة العزب بديل وفارس طارق بديل ومحمد عادل أمه بديل. يا رب بإذن الله النهاردة يكون التوفيق مع النادي الأهلي. مستر بيتسو موسيماني وجهازه الجهاز الإداري والجهاز الفني بعد وصولهم إلى استاد الجيش كانوا حريصين ينزلوا أرض الملعب يشوفوا أرضية الملعب. أرضية الملعب تبان كويسة جدا في النقل التلفزيوني، ولكن أرضية الملعب تقيلة بلغة الكورة، يمكن الأرضية تقيلة سميكة جدا، بس بإذن الله يتغلبوا عليها. النهاردة لعيبة النادي الأهلي محتاجة قوة بقى، محتاجة لياقة بدنية عالية، فبإذن الله الأهلي يكون أهلي لها بإذن الله. العدد الجماهيري يمكن يكاد لا يذكر يعني تتكلم في 30 40 واحد في مقصوره الاستاد. باذن الله يا رب النهارده يكون يوم موفق للنادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق مصر المقاصه. عوده ليك من جديد كابتن ايمن.